Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de simulation d'un journal télévisé. محاكاة نشرة الأخبار. كيفاش تعلم أنك تبقى تهضر بحال نشرة الأخبار، بحال أنك كتقول شي نشرة، بحال هاد المرأة راكم كتشوفوها في الأخبار كتبقى تقدم النشرة كتقول مدام زي ميسيو بونسوار فواسي لي تيتخ دو سومير. بحال هكا تعلم كيفاش تقول، تعلم كيفاش تتكلم بحالها. هاد الشي كامل غادي نتعلموه في اليوم في هاد الدرس. لوبجيكتيف، الهدف، سيمولي ان جورنال تيليفيزي ا بارتير دو تيتر. الهدف هو محاكاة الاخبار التلفزيونية من العناوين. زعما ماشي غادي تبقاو توصفوا جميع، ماشي غادي تبقاو هاد الخبر غادي تبقاو تقولوا له تفصلوه نيشان، زعما بحال دابا تقولوا وقعت حادثة سيف في الرباط في كذا وكذا، ومع وها هما الاشخاص اللي تصابوا، وتبقاو تهضروا بزاف على الموضوع. غادي تحاولوا انكم تهضروا غير من العناوين، مثلا عنوان واحد غادي هو اللي غادي يكون، مثلا غادي تقولوا العنوان، غادي تقولوا الشخص، غديروا مثلا حادثة سير وقعت في الرباط. صافي، ان اكسيدون دو لا سيركيلاسيون دون لو غابات. المهم هذه هي اللي غادي تقدروا انكم بحال هكا تقدروا ديروا غير عناوين بلا ما ديروا الموضوع كامل، من حيت نتوما باقيين عاد كتعلموا، باقي انت لاين ما درتوهاش عاد كتعلموا يلا العناوين كيفاش تكتبوا، هذه كيفاش تكتبوا هذه، من حيت باقا بدايه السنه. وان شاء الله غادي تتعلموا اكثر من هذا الشيء، غادي تتعلموا كيفاش تولي نتوما كتقدموا الاخبار بواحد الطريقه رائعه. غير من خلال هذا الدرس تقدروا تستافدوا بزاف الحوايج باش تتعلموا كيفاش تبقاو تقدموا نشرة الاخبار. مهم نخليوكم معنا، دابا غادي ندوزو للجوب سيرف اي جو كومبرون بلا ما نحرقوا الاحداث. نكملوا مع فين وصلنا باش نستافدوا اكثر. En regardant une séquence de journal télévisé. قال لك غادي نشاهد واحد النشرة إخبارية في التلفازة. Juste d'être attentive aux titres principaux qui ouvrent le journal. وقال لك غادي نحاول أنني نكون كنعرف العناوين الرئيسية اللي كتقدم هذيك الأخبار اللي كتفتتح بها الصحيفة. مثلا غادي نقدروا باش نفتتحوا الصحيفة أو لا الجريدة ديالنا أو لا النشرة الإخبارية، غادي نبقاو نقولوا مدام زي مسيو بونسوار فواسي لي تيتر دو جورنال، أو لا فواسي لي تيتر دو سومير، أو لا نقدروا نقولوا بيانفوني دون سو جورنال فواسي لي تيتر دو سومير. لي تيتر دو سومير هي عناوين الفهرس، حيت اولا عناوين الفهرس اولا عناوين هاد النشرة. الفهرس هو ان العناوين زعما ماشي العناوين، مهم العناوين الرئيسية، ما كنقولوش العناوين الثانوية، كنقولو غير العناوين الرئيسية هما اللي كنخدمو بهم، ما كنخدموش بالعناوين الثانوية. بون قال لك الى لوردر et à l'ordre selon lequel ils sont présentés. قال لك وغادي ترتب التقديم ديال هاد العناوين. مثلا غادي تبدا من الحدث اللي غادي تبدا وانت طالع في الاحداث، مثلا غادي تبدا بالحدث اللي شي شويه ساهل، مثلا الحادثه تصير بسيطه، وغتبقى طالع انت حادثه تصير ما بين زعما حادثه تصير شي شويه زعما مؤلمه، حادثه تصير وغادي تبقى طالع تتوصل لحادثة تسير مفجعة، زعما شي حادثة شي تران ضرب مع هادي. المهم بحال هكا كنبغي نقصد لكم انكم ماشي على الحوادث، على مثلا شي كتبقى غادي من الاحداث، كتبقى تتغادي من الحدث اللي شي شويه ساهل حتى الحدث الصعيب، اللي الحدث اللي شي شويه ما يتقبلوش العقل. غادي ندوزو دابا للجوب نكملو. جوب سيرف او سي لو مانتيان et les gestes des présentateurs de la présentatrice. وقال لك وغادي نراقب كيفاش هذوك المقدم والمقدمه كيفاش كي يقدموا النشره الاخباريه. مثلا تشوف فين كيشوفوا وشنو زعما لي جيست ديالهم، الحركات ديالهم كي كيديروا، وشنو بحال دابا مثلا هادي غادي تكون ماشي غادي تبقى تطل في الورقه وتبقى
غتهضر تهضر ضروري كطل في الورقه شويه وكطل في المشاهدين او في الكاميرا، وعاد عاد نقدروا نسميوها مقدمه مزيانه. اما الا كانت كطل غير في الورقه بحال ما كتحسوش انها ما فهمش حتى هي براسها ما فهمش هذوك الاخبار، حرك عاد حنايا غادي ندوزو دابا نكملو. Je fais également attention à son regard, à sa voix, à sa façon de parler. قال لك وغادي نتابعو على النظره والصوره والطريقه في الكلام، على انها كي كدير فين كتشوف، واش كتشوف في الكاميرا ولا كتشوف في الورقه ديالها، وفين والطريقه ديال الكلام ديالها، واش كتبقى كتبقى مثلا الكلمه كتعاودها جوج مرات اولا ما كتعرفش تهضر هذيك الكلمه بحال هكا. Je retiens. Le présentateur, la présentatrice d'un téléjournal doit présenter les titres d'une voix audible et claire. قال لك المقدم او مقدمه النشره الاخباريه او النشره الجو لا النشره الاخباريه باردون يجب خصهم ضروري يكونوا كيقدموا العناوين بواحد الصوت مسموع وواضح، ماشي يبقاو يهضروا بشويه على هذا خصهم يهضروا، ماشي يبقاو يقولوا لو بريزونطاتور لا بريزونطاتريس، خصهم يرفعوا من الصوت باش يسمع هذاك المشاهد او الجمهور يسمع لو بريزونطاتور لا بريزونطاتريس. فهمتوا شنو بغيت نقصد لكم؟ غادي نكملوا دابا. اي ال ال دو هذه ال ديال الذكور وهذه ديال الاناث. ال دو ديتاشي سون ريغار دي سوبور ريغاردي لو بوبليك او لو ou la caméra en fonction de la situation. وقال لك خصها ضروري ترفع العين ديالها باش كتكون كطل في الناس ماشي طل في الورقه، وخصها ضروري تشوف في الجمهور اولا في الكاميرا حسب الموقف ديالها فين هي، واش هي مثلا هي الا كانت بحال دابا الجمهور كاين قبلتها خصها ضروري تطل في الجمهور، الا كانت الكاميرا اللي قبلتها غادي تطل في الكاميرا بحال هكا. غادي ندوزو دابا لجو مونطخيل. بروميير اكزارسيس جو سيليكسيون اي كلاس لي تيتر دو لا اون دان جورنال اون فونكسيون دو لور امبورطونس. قالك غادي نقوم باختيار وترتيب العناوين ديال الصفحه الاولى من الجريده حسب الاهميه ديالها. مثلا غادي كيف ما قلت لكم غادي نبداو دابا بالعنوان المهم، نبداو بالعنوان اللي شي شويه ما مهمش وغادي نبقاو طالعين طالعين تنوصلوا للاهم اكثر اهميه، اولا غادي نبداو من شي واحد ساهل شي عنوان بحال دابا ما فيش الحدائق ما فيش الوقائع مرعبه اولا الوقائع. غادي نبداو بالوقائع بحال دابا كنبقاو نشخصوا في كل عنوان كنبقاو نعطيو المواقف ولا العناوين كنعطيوهم على حسب الاهميه ديالها وعلى حسب الترتيب ديالها. غادي ندوزو لا دوزيام اكزارسيس اولا لا دوزيامون. جو سيمول ان بريزونطاتور اون بريزونطاتريس دو تيلي جورنال اون مو سيرفون دو سي تيتر. قال لك غادي نحاكي شي مقدم نحاول انني نشوف كي كيبقاو يديروا باستخدام العناوين، غادي نشوف كي كيبقاو يديروا نبقاو ندير بحالهم، نبقى نحاول انني ندير بحالهم باستخدام العناوين انني ندير بحال حتى العناوين نحاول انني نشوفهم بحال دابا هما كيهضروا في شي عنوان اولا كيحاكيو يتكلموا على شي عنوان اولا شي حدث، حتى انا غادي نحاول انني نقلدهم ونشوف الطريقه حتى انا نطل في الكاميرا ولا نطل حتى انا في التلاميذ الزملاء ديالي اتسيتيرا. غادي ندوزو لجوغ انفيستي. J'émule mon présentateur, ma présentatrice de téléjournal préféré. قال لك غادي نقلد المقدم او مقدمه الاخبار المفضل او المفضل لدي. غادي نحاول انني نقلد شي واحد يكون بحال دابا هذه اللي كانت عزيزه عليا يقدر يقلدها. فتحوا غا التلفازه راكم غادي تلقاو الاخبار بزاف غاب العربيه وانتم ولي ترجموهم باللغه الفرنسيه اولا من الافضل انكم تختاروا اخبار بالفرنسيه انفوسوار ماشي تختاروا النشره الاخباريه اختاروا انفوسوار اصلا لا ميم شوز مي الاخرين بالعربيه وهذو بالفرنسي. حاولوا انكم تختاروا ديال الفرنسيه باش تعلموا لها اكثر. غادي ندوزو دابا لجو مي فالو.
En présentant un journal, قال لك باش نقدم واحد الجريدة. J'ai regardé le public. نجهز لكم. قال لك باش نقدم واحد الجريدة، قال لك j'ai regardé le public. خصني نشوف الجمهور ويهضر، خصني نشوف الجمهور او لا اللي كان قبالتي الكاميرا الجمهور اتسيتيرا. وي J'ai utilisé une voix audible. خصني نستعمل واحد الصوت مسموع، ضروري خصنا نسمعوا واحد، خصنا نستعملوا واحد الصوت مسموع. حتى لو كنا في القسم ديالنا خصنا ضروري نستعملوا واحد الصوت مسموع، باش ماشي التلاميذ ما كيعرفوكش شنو كتقول، كتقنطهم بحال كتجي ممل، الاستاذ ما يقدرش يزيدك النقاط بحال هكا. حاول انك تستعمل ترفع من الصوت ديالك ويكون الصوت ديالك مسموع. J'ai prononcé correctement les mots. ضروري خصني نلفظ الكلمات بشكل صحيح وبشكل سليم. وي J'ai respecté le rythme et l'intonation appropriée. قالك غادي خصني ضروري نحترم الايقاع والتنغيم المناسب. شنو كيقصدوا لنا بالايقاع والتنغيم المناسب؟ بحال دابا هي كتقول لكم نهايه النشره الى اللقاء، كتحاول انها هذاك الشيء يكون عندها فيه الايقاع، ماشي كتقول نهايه النشره الى اللقاء. ولا ضروري باش كتكون شي هي كتذكر شي حدث اولا شي حدث زوين اولا مفرح، ضروري كتضحك اولا كان شي حدث بحال شي شويه غير سعيد اولا ماشي ما كيفرحش بزاف، شي حادثه تسير مفجعه ضروري خصها تكون لا رياكسيون ديالها، تكون لا رياكسيون ديالها زعما انها ما كتبتسمش ولا انها كتوصل الناس انها حتى هي غضبانه على هذيك الحادثه اللي وقعت لهذوك الناس. المهم بحال هكا حتى هي وي خصنا ضروري نحاولوا اننا لاحظتوا انكم تتبعوا هذه الخطوات كاملين وجوغوتيان تكونوا تبعتوها معايا وفهمتوها مزيان، راكم غادي تصاوبوا واحد النشره الاخباريه لراسكم بلا ما غادي تنقلوا من هادو اللي كيصاوبوا الاخبار. بون سي لا فان دو سيت لوسون، كنتمنى ان يعجبكم الدرس ديال اليوم وتكونوا استفدتوا مزيان. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. الي او ريفوار ا دوما ان شاء الله.